والآن نصل إلى جائزة القيادة البارزة لشركة، وهي تمنح لشخصية أو منظمة أثبتت تميزها في تنظيم الأعمال وأمنت قيادة استثنائية في عالم الشركات. يسلم الجائزة السيد عيسى أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السلام الدولية، وكذلك السيدة ساندرا أبو نادر، نائب رئيس أبيل، مؤسسة لترويج وإقامة معارض للتشكيليين اللبنانيين. فليتفضل. مساء الخير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، أيها الحفل الكريم، إن الحياة هدف وإرادة، هي هدف يتخذ وإرادة لإنجاز ذلك الهدف. والإنجاز سواء في العلم أو الفن هو حصيلة ثلاثية: الريادة، الابتكار، والتميز، حيث تكمن الريادة في إنشاء مؤسسات أو نظم عمل جديدة أو تطوير القائم منها أو الاستجابة لفرص جديدة لمنفعة المجتمع الذي نعيش فيه. والريادة هي السهل الممتنع، هي السهل على من امتلك ثلاثية الريادة والابتكار والتميز، وهي الممتنع على من فقد تلك الثلاثية أو واحدة منها. والريادة أيضاً هي حالة نوعية وفكرية يميزها القدرة على اغتنام الفرص الجديدة أو ابتكار تلك الفرص ومن ثم اغتنامها. والريادة هي تميز وإبداع وعملية ذاتية متجددة تهدف إلى تحقيق التوأمة بين الأصالة والمعاصرة، بمعنى أنها تقدم ما هو جديد وتجدد القديم ليواكب معايير العصر الحديث. كما أن الريادة هي ابتكار وقدرة على التجدد في العلم والفنون. لذا فإنه يسرني بالنيابة عن السلام العالمية للاستثمار أن أقدم جائزة القيادة المتميزة للشركات ضمن مبادرة تكريم لتقدير إنجازات الرواد العرب في العلوم والفن لمن امتلك ثلاثية الريادة والابتكار والتميز، ولكم جزيل الشكر. شكرا جزيلا. إذن لنتابع التقرير. حين يراجع إنسان إنجازات غانم بن سعد آل سعد في مجال الأعمال ونمو الشركات التي يرأسها، يشعر أن اسمه يكاد يذوب باسم قطر الدولة، ذاك لأنه في كل نجاح يكتسبه يحقق تقدماً لوطنه، والإنجازات لا تعد ولا تحصى. يعرف غانم بن سعد كيف يصنع من كل استثمار نجاحاً ومن كل خطة ازدهاراً على أرض الواقع، لذلك لم يكتفي بحفر اسمه في الأعمال كرئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات التي تحرز التقدم والتوسع، بل إنه برع في القيادة والتخطيط في المجال. فمجموعة غانم بن سعد آل سعد القابضة، والتي هي من أسرع الشركات نمواً في قطر، تقود اليوم مسيرة التوسع التي يشهدها القطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى إدارتها لأكثر من 30 شركة حول العالم تشغل قطاعات مختلفة كالعقارات والاستثمارات المالية والطيران والموانئ والسيارات والتصنيع والمقاولات والمعلومات والتكنولوجيا، وصولاً إلى الأزياء واللياقة البدنية والتعليم. هو يعرف كيف يفرض نفسه كمصمم للمستقبل يكرسه اسماً بين الأسماء التي ترسم اقتصاد قطر وتدفعه إلى الأمام. ولعل النجاح الذي حققه غانم بن سعد في إدارة أضخم شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر، شركة بروى العقارية، أبرز مثال على ذلك. رجل استثنائي في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية السياسية، ما جعله مفكراً اقتصادياً من بين الأفضل لتولي منصب المستشار الشخصي لرئيس مجلس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فهو من كان وراء أشهر عمليات الاستحواذ التي قامت بها الدولة القطرية في أوروبا وروسيا وأمريكا الجنوبية. وتبقى مؤسسة قطر الخيرية التي يرأس مجلس إدارتها الأحب إلى قلبه،
ويكون بذلك غانم بن سعد آل سعد رجل الخير والازدهار الذي يصنع تفوقاً باسمه وباسم قطر دولة وشعباً. جائزة تكريم للقيادة البارزة لشركة عود إلى السيد غانم بن سعد آل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنا سعيد في الحقيقة أن أكون قطري ونحتفي ونحتفل بإخوان الضيوف من جميع الدول العربية في قطر. باسمي وباسم أهل قطر أهلا وسهلا بكم في قطر الخير. طبعا هذه الجائزة لا أنسبها إلى نفسي، وإنما يشاركني فيها أكثر من 2000 زميل عاوني وساعدني في إدارة شركات حكومية وشبه حكومية وخاصة، وبجهود إخواني العاملين بلغت شركاتنا الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في خلال 5 سنوات إلى ما يربو وإلى أكثر من 50 مليار دولار، وهذه مفخرة لي ولزملائي القطريين في هذا الزمن الصعب والاقتصاد الصعب. أشكر من كرمني، والشكر موصول لإخواني الزملاء، وكذلك أرجو أن تكرر هذه المناسبات بين الفترة والأخرى لتكريم شبابنا وخاصة في منطقة الوطن العربي، فهم في أمس الحاجة لمثل هذا الدعم والتكريم. شكرا جزيلا.